ما قولكم في رجل يصلي جالسا وسط الصف وهو يستطيع المشي لمسافة 3 كيلومترات؟ فهل يجوز له ذلك؟ لا يصلي قاعدا إلا العاجز عن القيام، فإن القيام من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجزة عنه. ومن يمشي هذه المسافة غير عاجز عن القيام للصلاة فلا تقبل منه صلاته قاعدا، والله أعلم.